الكلمة وبيان، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، اسمع، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات ولم يقل بالمتفجرات. البينات هذه الحجج الواضحة التي يقوم بها متحدثون يملكون ناصية الخطاب وسحر الكلمة، يؤثرون ويقنعون العالم بديننا ورسالتنا. المشكلة كما قال الغزالي، عندنا دين عظيم نحن الإسلام، يقول قضيتنا عادلة لكن المحامي فاشل. إذا ما كان عندنا كوادر تدرب لإقناع البشرية بديننا بالأسلوب الحسن بالحوار، وجادلهم بالتي أحسن، حتى إن الله نهى عن الإرهاب الفكري، قال لست عليهم بمسيطر. أنت تسيطر على العقول، أنت تستطيع ترهب الأذهان، أنت تستطيع تقنع الناس بالكرباج والعصا والمسدس، ما تستطيع. قال سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما تستطيع تكره أحد. نحن طريقنا أن نقنع العالم، والله إن عندي من يفتح القنوات والمراكز والمساجد والكتب أبرك بمليون مرة ممن يحمل متفجرة أو قنبلة في شوارع لندن أو باريس أو نيويورك، ثم يشوه الإسلام، ثم يدمر معتقده أو يدمر مبادئه بسبب شيء لا يحصل له ثوابا في الآخرة ولا نصر في الدنيا. أعود إلى أصل الحديث، مات الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع الأنصار في سقيفة بني سعدة في القصة المعروفة، نصل إلى الشاهد. طبعا هم الأنصار الأوس والخزرج فهموا أن الخلافة لا بد من يشتئمهم أو يشتركون فيها، فقدم أبو بكر عمر وأبو عبيدة. يقول عمر زورت كلاما في صدري رضي الله عنه، يقول جهزت من أول كلام علشان الموقف، وأبو بكر كان مشغول ما جهز. قال عمر فلما جلسنا أردت أن أتكلم أمام أبي بكر، وكنت راعي في أبي بكر حدة، كان غضوب أبو بكر سريع رضي الله عنه، وكان أحيانا يسكت عمر يراعي لأنه أجل من عمر وأكبر. حتى لما اعترض على عمر في حرب ذي الردة قام أبو بكر فأخذ بلحية عمر وكان كث اللحى وهزه أمام الناس، قال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يقول تعرف لا. يقول أبو بكر لأنه قال عن بكر قال كلمته المشهورة، حتى يقول صاحب الرحيق المختوم أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال عمر كيف تقاتل يا خليفة رسول الله أناس يشهدون لا إله إلا الله؟ يعني حوار وجهة نظر. فنزل عليه فأخذ بالحيطة قال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، كنا نخاف منك يعني في الجاهلية، وكنت أقتل الرجال في الجاهلية، يوم جاء الإسلام عودت تنتفض تخاف؟ هذا يعني مع الكلام بالشعبي. فلما وصلوا جهز عمر رضي الله عنه كلام يريد يتحدث، قالوا كنت راعي في أبي بكر حدة وردت أتكلم للأنصار في المجلس، وأصبح هناك أبو عبيدة وقبله أبو بكر وشيوخ الأنصار كل مع سعد بن عبادة في المسجد في المجلس، الأوس والخزرج أهل بدر ما هم بحنا، أهل بدر وأحد وبيعة الرضوان وأهل السيوف والرماح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فأردت أتكلم يعني يقول بسم الله، قال اسكت يقول أبو بكر، فسكتني فسكت. فتكلم على البديهة يقول أبو عمر والله الذي لا إله إلا هو ما زورت كلمة جهزتها إلا أتى بأحسن منها. أبو بكر أحسن منها، كان أبو بكر شاعر وراوية ويعرف الأخبار ويعرف التاريخ وعنده مذكرات لأنه عمره طويل كذا. فقال أبو بكر أيها الأنصار، اسمع الكلام اللي يسكت مثل صواعق مثل بروق تهامة، أيها الأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الدثار، أيها الأنصار آسيتم وآويتم وكفيتم ونصرتم فجزاكم الله عنا خيرا، أيها الأنصار والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي جاهلي حل في بني جعفر، ظلمه قومه في حل في بني جعفر في غطفان، يعرف القصص والأنساب والأشعار. فلما حل في بني جعفر قال جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين، فزلتي هم خلطونا بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ولما انتهى قام الأنصار فبايعوه جميعا لأنه يملك صناعة الإقناع غسل الدماغ. ولذلك ترى في غسل الدماغ كتاب موجود أظن في جرير، وفي كتاب آخر فن الخطابة في العبيكان، عشان قلنا ندعو دار على حساب دار بنوزع لكم الدور اليوم. يقول علي الطنطاوي أخطأ من قال إنه لم يصعد على سطح القمر وله أجران لأنه اجتهد فأصاب، وأصاب من قال إنه صعدوا، ومن قال لم يصعدوا
أخطأ وله أجر لأنه اجتهد فأخطأ. قال ولأني لي أجر لأني تدخلت بينهم، مثلا هم مفكرين. قال ولست بموزع الأجور، موزع الأجور على الله لكن اجتهدت. يعني هذه مسألة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده، إلى درجة أن عمر رضي الله عنه يتمنى، يقول ما تمنى عمر بن الخطاب أن يكون شاعرا إلا يوما واحدا لما قتل أخوه زيد بن الخطاب، أسلم قبله وقتل في اليمامة قبله شهيد شهيدا. فلما دخل متمم بن ويرة، متمم أخو مالك بن ويرة، قتل أخوه مالك، قتله خالد بن وليد رضي الله عن خالد وعن الصحابة، فمتمم هذا بعين واحدة بس يبكي ليل ونهار، يقول وكنا كندمان جذيمة برحة من الدهر، يقصد أخاه، حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. في الترمذي عن عطاء بن أبي رباح قال مرت عائشة بريع الحجور رضي الله عنها فرأت قبر أخيها عبد الله. المرأة تمر، إذا مرت المقبرة تسلم، هذا مسألة فقهية، لكن ما تقصد القبر، لكن إذا مرت على القبور تسلم. فسلمت عائشة وبكت حتى بلت خمارها وقالت والله يا عبد الله شافت قبر أخيها عبد الله، قبر أخيها عبد الله، والله يا عبد الله إن مثلي ومثلك كما قال متمم بن نويرة، كانت حافظة وراوية رضي الله عنها، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع علي رضي الله عنه. فكان يستشهد بالأشعار، له جملة أنا أرسل بعض كلمات علي لتوظف في الخطابة وفي الإقناع، وأرجو أن يعني حتى نهج البلاغة فيها كلمات عظيمة وجميلة ورائعة، ولو أن نسبتها في الجملة لا تصح لعلي كما قال العلماء، لكن فيها كلمات جميلة لعلي. وقد قال البخاري في كتاب الصحيح في باب الرقاق، قال علي بن أبي طالب ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مر علي بقصور المناذرة في الحيرة الذين توفوا، اللي منهم النعمان المنذر وأمثاله، اللي اعتذر له النابغة الذبياني ثلاث اعتذاريات معروفة، والذي يقول فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، وأحسن الأبيات فيها بالله يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. يقول إن كانك تفحص يا أصدقائك وتنبش وتفتش والله ما يصفى لك أحد، بس يقول لملم الأمور ومش الأمور لا تفتش. يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يقول لا أن تترك لك صديقا لا ترضى به بعيوبه وتغض الطرف عنه وتمشي الحال، مثل ما يقول شاعر شعبي معروف اسمه سعد بن جدلان، يقول وانت لا واجهت لك في الزمن وجها غريب، مثل ما قال المثل دام تمشي مشى، خلونا انتم تعرفونها بس انها جميله. هو مثل متنبي ترى في الاولين لا زال حيا من منطقه بيشه، هو سعد الاكلبي معروف، يقول من ضمنها ودنا بالطيب بس الدهر جحاد طيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، والله بعض الناس لما رحت في خدماته كانك متربص عليه بتسوي عليه مؤامره ويرد عليك اعوذ بالله يلدغك كنت محسن اليه، ودنا بالطيب بس الدهر جحاد طيب، يعني الناس كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك لا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب، كان عادة سالمة حب يدك وخشها إذا ما قطعوها. مدك يدك لا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب، كان جاتك سالمة حب يدك وخشها، وذمت وكل ما شبيت نار المحبة مع حبيب قام يسحى في مشاهيبها ويرشها، يرش يطفي نار المحبة، وذمة ما هي بتندار الحق المصيب، ذمة ضمير ما يمشي معك في الحق يعطيك ويقف معك ويفي معك، ذمة ضمير، ذمة ما هي بتندار الحق المصيب، جعل قشاش الحطب لو سرح يقتشها، وانت لو واجهت لك في الزمن وجها غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها، مش الأمور انك ما تستطيع. يقول الإمام أحمد 19 حسن الخلق في التغافل، تغافل عن الزوجة وعن الولد والصديق، ولا والله تجيك بواقع عما انك تبغى تكون كامل انسان، انت ماك بكامل، انا ما ارضى عن نفسي كيف ارضى عن صديقي. ولهذا انا قرأت ابيات بن صماد الاندلسي، يا الله اجمل ما قيل في قلة الوفاء، يعني من الناس ما هم منه، اطعمهم
أسقاهم، رحبهم، أعتق ركابهم، سوابهم، وقع عليه انقلابه سجن، لم يسأل عن أحد، لم يترحم عليه أحد، لم يقوم بأهلي أحد، لم يسأل عن أحد، كانوا يدعون عليه حتى ترى الدنيا إذا انقلبت بدأ قال الله يكفينا شر ربي أراحنا منه، وهو كان اللي يعطيهم أصلا. قال وزهدني في الناس معرفة